والتهديدات الخايبة اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجة، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش في روحك كده خلاص. هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك دي حل حاجة فكرت فيها تسليكي بدل القعد؟ انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسة بيه. ماشي اختي سيبنا لك الحساسة، بس برضك ما تقهريش في روحك كده، ولو القعدة هتكبك اكتر ما انت مكؤوبة ومنزل مع المحل. فكي كده قومي يلا. انا يا اختي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيجولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكاية نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينط لنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والوليه الفراشه اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحيه، حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي اللي مؤاخذة الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسه ايه يا بني ادم يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي. انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيه. قالوا كل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخ روحي كده وتشبه الملكانات اللي كنت حاطاهم في قلب البترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك ولعوا كده. انا اللي هولع منكم العيشه دي، انا هتجنن. يقرفكم. كل كل يا وش السعد كل، انت اصلك ما بترخعش الكلام الحلو الا لما بتملى كرشك كده، ويلا كل من النقانق يلا. اديني في الوحي يا عم الشباب وعم الرياضه. الوحي بتاع ما بينزلش معايا غير وانا باكل، يعني هو معايا دلوقتي لسه جاي قايل لي حته حاجه تحفه. اديني انا واقف ارضي وواقف طولك تربا تربا تاخدي عمري كله مني بسطولك رارا موسوكا نمرة واحد. الله الله مفيش أي واحد موسوكا نمرة واحد. أيوة مفيش أي واحد هيحبك زي أنا موسوكا بيحبك. أيوة ده حبك فيا بيتمادى بعشقك يا بياض وبحبك حب عبادة. الله بعشقك يا بياض بحبك حب عبادة. دي القهوة من غير سكر من ايدك ام سوكا. اديني ابا ابا بصك زي الحليب. الله الله اشتوى عليه يا زميلي. ايه الجمال ده يا ام العسل ده؟ عسل ام سوكا. بس بيقول حكم والله. يا عم الشباب والرياضه يا حبيب والديك عشان تدعي لي. الاغنيه دي ياما، الاغنيه الثانيه، الاغنيه الاولانيه ياما بقى ما تعرفيش ايه اللي حصل. مكسره الدنيا، شغاله في التكاتك والميكروباصات، المنيب شبرا كيت كات وكل الحوار ياما. الله هو انا غريبه يا ولا؟ ما انا قلت لك قبل كده ان شاء الله هتكبر وهتلعلع وتبقى زي الله يرحمه ويحسن اليه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه محرم فؤاد ان شاء الله. خد يا ام اقول لك ما عايزك عشان ادعي الوحش. بقول لك ايه، انا جيلي اربع افراح اروح انا فرح فيهم. يا واد يا واد قول خمسه يا ولا عشان العين العين فلقت الحجر مش هتفلقك انت يا منيه. عندك حق. خمسه بتخمس في وش امك يا ولا. ده انا امك يا ولا، حبيبتك اللي تتمنى لك الرضا والعز كله. يا رب يا رب يرزقك بخمس رقصات يرقصوا وراك وانت مطرب كبير قوي 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 في سماء الفن. يا رب اسمع من بقك ربنا. خمس رقصات ست رقصات اروح انا فرح فيهم. روحهم كلهم يا واد. اطلع من ده خش على ده، اطلع من ده خش على ده. انت خلاص بقيت مطرب كبير قوي ومطلوب والدنيا كلها عايزه، وهم غصب عن عينيهم يقعدوا يستنوك. ما تبقاش عبيط يا ولا، اوعى حد يستعبطك. الاتفاق كله هيبقى معايا انا. الفلوس هتبقى معايا انا. اوعى دي مش عربيه كبده. لا يا حبيبي ده مغنى. مغنى. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 احنا شمال. بس لحسابنا ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذه لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكره. ما تشوف يا قبله العلم مستشيخه يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل العريانه. اقعدي يا قبله اقعدي اشربي حاجه وخلي ابراهيم يحل لك الموضوع. اخ جاني طاعون، ده انا نسيت انه سابك ولا مؤاخذه وراح يشوف سكته في حته تانية. سوري. هي القبله كوريا الشماليه ولا الجنوبيه؟ تصدق يا اخ مروان انا احب مصر. لا مو بس احبها، انا اعشق مصر. لازم بالسنه مره مرتين لازم ازور مصر،
أتمشى بشوارعها، آكل بمطاعمها، أركب فلوكة في النيل. لكن أنت للأسف معتقد أن كل الناس أغبية وأنت الذكي، كل الناس عميان وأنت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ قاسم، خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي؟ يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي، يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. ما جاب لك كاش منين؟ خلاص خلاص، انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. انا شايفه على فكره ان الولاد الصيع دول كلامهم صح، يعني ممكن يكون حرق المحل ده بسبب المكان ده كلهم متخلفين وفالجر ولا بيفهموا في لونجريهات ولا موضه ولا الحاجات دي اصلا. مش مهم اللي حصل ده، خلونا في مشكلتنا الاساسيه دلوقتي، نجوان في مصر، وجودها هنا ممكن يحل لنا حاجات كتير قوي. انا عايزه اروح اضرب نجوان واشرب من دمها، عايزه اخنقها بايديا دول ومفيش غلني منها. جدعه انت جول. جول ايه وجدع ايه؟ خلونا نفكر كويس يا اخوانا، مروان ده هو راس الافعى، نجوان ديل الافعى، عشان نمسك مروان لازم نمسك ديل الافعى الاول اللي هي نجوان، ونقطع راس الافعى اللي هي راس مروان، خلصنا منه يبقى نرمي الديل. ايه يا اختي جاوبني انت الحيوانات اللي بيحكي فيه ده؟ افهم يا قريه، افهمي او طالب بيه قصده يقول ايه؟ ان احنا لو رحنا للست نجوان وقفشت مننا قرشين كويسين هتقول لنا على طريق اللي اسمه مروان ده. طب ما انت كده خال جبت الزيتون. الزيتونه؟ التايهه يعني. افهمك انا، يعني فعلا برضك اللي اسمها نجوان دي بعتك عشان خاطر الفلوس، يبقى برضك هتبيع طليقك وتشتركي من تاني عشان خاطر الفلوس، مش محتاجه درس خصوصي عشان تفهميها يعني. مهما ادينا لها فلوس مش هتقول على حاجه، دي بني ادمه خاينه وحقيره، خانت صاحبه عمرها اللي اتربت معاها. خلاص يا بنات سيبوني بقى، انا هعرف ازاي اتصرف مع نجوان دي. انا عايزه زيتون. عينيا حاضر، هجيب لك زيتون كلاماطة يجنن. ما يعني ايه كلاماطة؟ يعني اللي كلو ماطة. تعال خدي خدي عجلة شوكولاتة. بتضحكي على اخواتك بحتتين شوكولاتة بخمسة ستة جنيه، وسايبة الفلوس والملايين برة، جاية تجر خيبتك وراكي. لا شوفنا حاجة من اللي برة مصر ولا اللي جوه مصر. لازمته ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي بعتي الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي؟ بعتيهم انتي بالرخيص، شردتي بنتهم الغلبان، خليتيها يا حبه عين امها هربانه زي المجرمين وقتالين القتله وتجار المخدرات. ليه نكدتي على ابوها عيشته؟ قطبت امك قطعتي عيشها، وفي الاخر هديك غرقانه اهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بايه من ده كله؟ ايه يا ماما، هو انا ملياش نفسي ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه، ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها، ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتاسف لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى، وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا ساتر، انت يا بنتي جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعه ما كانوا مخطوبين وهو بيقول لي ان انا احلى منها.
انت عارفه وهما كانوا بيرقصوا مع بعض عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعه ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما، انا بني ادمه وحبيته، ما انا طول الوقت متعوده باخد الحاجه اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني. انت تقدم لك الدكتور ناك، هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مره من سي مروان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبه لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي يا اختي بتاع، انا عايزه غير ما فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي هاتي هاتي، حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني، اسمعي دي حلوه. لا انا عايزه اركب الحنطور. حاضر حاضر، استني وقت حنطور اهو، واركبوا الحنطور. امسكي الباب بيخبط. والحنطر والحنطر، واركب الحنطور والحنطر. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور والحنطر. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجة. أنا عاوز أقولك إني مكثف البحث أول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقولك المحل. ميرسي، متشكرة أوي، مش عارفة أقولك ايه. ما تقوليش حاجة، هو بصراحة أنا اللي عاوز أقولك ايه. أنا فكرت كتير ولقيت إن كل الحاجات اللي أنت بتعمليها مش لايقة عليكي، يعني المكان هنا والحارة، حتى محل اللانجيري اللي أنت فتحاه، حاسس كده إن كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس أنا كويسة، ما اشتكتش من حاجة يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال، والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيشي معاه بطريقة طبيعية. أنت صغيرة وجميلة، التجربة اللي أنت مريتي بيها أكيد يعني مش أحسن حاجة هتحصل لك. أنت عايز تقول إيه يا علاء؟ أنا بحبك وجاي النهاردة عشان أطلب إيدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا أبلة هاجر، وحشاني. خير. إيه اللي خير يا أبلة؟ إيه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ أنا عايز أكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف إيه بقى إن شاء الله؟ كشف